ما أن أعلن الثنائي المصري ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي انتهاء رحلتهم الزوجية، حتى تحولت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة إلى ساعة لتعبير الجمهور والفنانين عن حزنهم وصدمتهم من خبر الانفصال. وكان التعليق الأبرز على الطلاق هو تحقق نبوءة ليلى عبد اللطيف التي توقعت خلالها ليلة رأس السنة انفصال الثنائي في 2024. في الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان انفصالها رسميا، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال خاصية الستوري عبر حسابها في انستجرام منشورا عبرت فيه عن حزنها الشديد بعد إسرافها في الحب، وكتبت قائلة: أكبر درس تعلمته في حياتي إنه بالطيبة والحب دائما خسران. وبعد ساعات قليلة من نشر هذا الكلام، أعلن الثنائي الانفصال رسميا بعد زواج دام نحو 4 سنوات. خبر انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي لم يكن مفاجئا، بل ان بعض المقربين منهم توقعوا خلال الفترة الماضية وقوع الطلاق عام 2024 بعد ان زادت حدة الازمات بينهم خلال الفترة الماضية، حيث ذكرت مصادر مقربة من احمد العوضي ان الخلاف بينه وبين ياسمين بدأ منذ ما يقرب من شهر، وتحديدا بعد ظهورهم سويا في حفل توزيع جوائز مجلة وشوشة، وسئلت خلاله الفنانة عن إمكانية إنجابها لطفل مما أربكها بشكل كبير. بعد هذا الحفل الذي ظهر فيه معا، ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الإسكندراني، وقال إن سبب غياب ياسمين هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا. كان مقررا أن يتواجد أحمد العوضي في مصر حاليا للاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكنه تغيب بسبب انشغاله بالدعاية لفيلمه في دول الخليج. وأوضحت المصادر بأن الخلاف تفاقم بينهم إلى أن وصل لذورته منذ ما يقرب من أسبوع، وحاول أحمد العوضي بشتى الطرق خلال الأيام القليلة الماضية إيجاد حل لتلك المشاكل بينهم، كان آخرها معايدته لها صباح الثلاثاء بعيد ميلادها، كما طلب من إعلامية شهيرة التوسط بينهم، ولكن ياسمين عبد العزيز كانت مصممة على الانفصال، ولكنها رفضت الإعلان عنه بعد أن ينتهي الفنان من جولته الدعائية لفيلمه الجديد الإسكندراني في مصر ومختلف الدول العربية، حتى لا يسأل في وسائل الإعلام عن سبب الانفصال ويؤثر ذلك على فيلمه السينمائي الذي يعد أول بطولة له مطلقة في عالم السينما. شهدت العلاقة بين أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز تقلبات عدة خلال السنوات الماضية، إذ كان من المقرر أن يعلن انفصالهم أكثر من مرة خلال عامي 21 و22 بسبب التراشق الذي حدث بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، والذي هدأ مع الأزمة المرضية التي تعرضت لها إثر خطأ طبي. وفي الوقت الذي أعلنت فيه ياسمين طلاقها من العوضي، ظهر الأخير إلى جانب الفنانة زينة شريكته في العمل في دبي لدى إطلاقهم فيلم الإسكندراني في الصالات السينمائية في دبي. وفي أول تعليق لها على خبر طلاق أحمد العوضي، رفضت زينة ما يتردد عن تسببها في انفصاله عن زوجته، حيث قالت إن علاقة طيبة تجمعها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وطلبت الجميع بعدم الزج باسمها في هذه القضية، مشيرة إلى إن النجمين هم اللذان يعرفان أسباب الطلاق. وفي نفس السياق، ردت الفنانة ريهام حجاج على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقها على خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، حيث نشرت ريهام عبر حسابها الخاص في انستجرام مقطع فيديو نفت من خلالها كل ما أشيع حول هذا الأمر، مؤكدة: أنا بعمل الفيديو ده عشان أرد، وأنا مش برد على أي إشاعات، ومن 6 سنين بيتقال كلام أنا عمري ما قلته، وأنا عمري ما رديت على حد. النهاردة قررت أرد، اللي اتقال النهاردة سخافة وقلة احترام وقلة دين. أنا النهاردة قاعدة في البيت وبكتشف إني كاتبة ستوري ومسحته، أنا ما عملتش كده، والكلام ده منتشر على صفحات رخيصة بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس. وعلقت ريهام على الفيديو قائلة: عيب، احترموا نفسكم بقى وخلي عندكم دين وأخلاق بدل الانحدار اللي انتوا بقيتوا فيه ده.